فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مسافر وأردت أن أصلي صلاة العشاء قصرا، أنا مسافر وأردت أن أصلي صلاة العشاء قصرا، فوجدت أناس يصلون صلاة المغرب، فكيف أصلي معهم صلاة العشاء؟ صل معهم وأتم، صل معهم وأتم، لأنك يعني تصلي خلف إمام لا يقصر فتتم الصلاة. إذا سلم من الثالثة للمغرب تقوم تأتي بالرابعة. نعم.